أظهرت بيانات من شركة هاليفاكس للرهن العقاري أن أسعار المنازل البريطانية تراجعت على غير المتوقع في الشهر الماضي، وانخفضت أسعار المنازل 14% في أكتوبر، مسجلة أقل زيادة فصلية لها في نحو عامين، في علامة جديدة على فتور السوق. وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المنازل ذروته في يونيو عند 10.2% على مقياس هاليفاكس، لكنه يبلغ حاليا 8.8%. للمزيد عن تطورات الأسواق العالمية ينضم إلينا من أبو ظبي كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities نور الدين الحموري. نور، أهلا وسهلا بك. لم يخرج اجتماع البنك المركزي الأوروبي بجديد رغم تزايد ضغوط على ماريو دراغي، من جهة استمرار ضعف النمو، ومن جهة ثانية المعارضة خاصة من ألمانيا لبرنامج موسع لشراء الأصول. إلى أين الأمور متجهة برأيك؟ نعم، حاول نوعا ما ماريو دراغي اليوم عدم الحديث عن اي او عدم التلميح على الاقل ان يكون هناك اي نوع من التسريبات التي حصلت خلال الاسابيع او الاسبوع الماضي، بانه فيما لو تم الاعلان عن التيسير الكمي الكامل سيستقيل رئيس البنك المركزي الالماني، وهذا الشيء نوعا ما لم نشهده اليوم او لم نشهد له اي تصريح بهذا الشيء الى الان. بالعكس، قال انه اي قرار سيتم من ناحيه التيسير الكمي المقبل فيما لو حصل سيكون باجماع الاعضاء، او الاعضاء ايضا الان يعني مجمعين على انه سيكون هناك في تيسير كمي فيما لو اقتضت الحاجة لذلك، وأمر أعضاء البنك المركزي الأوروبي أيضا بالبدء بالتخطيط لتيسير كمي وأن يكون جاهز فيما ليتم استخدامه فيما لو دعت الحاجة لذلك. إلى أين الأمور ذاهبة إلى الآن؟ المزيد من الضعف في اليورو، المزيد من الضعف في الاقتصاد الأوروبي مرة أخرى أيضا، حتى لو تم الإعلان عن تيسير كمي في الوقت الحالي لا نعتقد أنه سيكون مفيد، لأنه أولا يجب السؤال أولا ما هو حجم هذا التيسير الكمي؟ هل سيكون فقط بنفس حجم الاي بي اس او بنفس النسبه؟ الى الان هذا الشيء لن يفيد، لانه الاتحاد الاوروبي الان يريد اموال ضخمه جدا ضعف التي كان او ضعف التي قام بها خلال الفتره الماضيه ليعيد ما كان الوضع عليه خلال ما كانت الوضع عليه خلال بدايه العام الحالي، فنوعا ما لا نعتقد ان الامور ستتحسن بهذا الشكل الكبير سوى بالضغط على اليورو، وهذا الشيء الذي لا زال يحصل على الاقل في الساعات الحاليه. طيب، الى اين الامور ستتجه بالنسبه لليورو نور وسط كل ما يجري الان؟ نعم، اليوم كنا نتوقع انخفاض اليورو منذ بداية الصباح، ما بين او ذكرنا للعملاء اي دي اس انه بيع اليورو او المستويات المهمة لبيع اليورو تتمركز ما بين 1.2530 و 1.2516، هذه المستويات التي شهدناها اليوم وانخفضنا منها، والكاتاليست كان منه او السبب الرئيسي للانخفاض كان رئيس البنك المركزي الاوروبي. الان المستويات التالية اصبحت مفتوحة الى ما دون مستويات ال 24 1.24، ومن الممكن ان نستمر بالانخفاض الى مستويات 1.22. تذكرين عندما تم الإعلان بأول فترة قبل حوالي شهرين عندما كان اليورو عند حوالي 1.32، ذكرنا بأنه الآن ومع الانخفاض في معدلات الفائدة ما دون مستويات الصفر لا نستبعد مستويات ما دون 1.20، وقد نصل أيضا مرة أخرى إلى 1.1877، بناء على شيء مهم الذي ذكره ماريو دراغي اليوم، أنه البالانس شيت أو اللي هي الميزانية العامة للبنك المركزي ستقترب من أعلى مستويات التي شهدتها خلال عام 2012، وبالعودة إلى العام 2012 عندما قامت أو عندما كان البالانس شيت عند حوالي 4 تريليون يورو، كان اليورو عند أيضا مستويات 1.1877. طيب، نتحدث قليلا عن النفط نور، هذا الهبوط الحاد الذي نراه ورأينا تأثيراته القوية في أسواق المنطقة أيضا، هل برأيك بات الضغط أكبر على أوبيك لتحرك في اجتماعها المقبل، أم أن الصراع على الحصص سيبقيها على موقفها؟ بالتأكيد في الغالب هو لا يعتبر شيء سلبي بهذا الشكل الكبير، لكن الشيء السلبي يكمن لدول المنطقة وأيضا للعالم بشكل كامل، لأنه لدينا الآن انخفاض توقعات معدلات التضخم بشكل كبير، وأيضا لا ننسى أنه المزيد من الأرقام تأتي بمزيد من السلبية خصوصا للجي دي بي أو الناتج المحلي الإجمالي حول العالم بشكل كبير، حتى في الولايات المتحدة الأمريكية على الرغم من أنه كان الرقم 3.5%، لكن الآن 5 بنوك عالمية قامت بتخفيض توقعاتها من جديد بواقع 15 نقطة مئوية، هذا الشيء أيضا سيشكل من جديد ضغط كبير مرة أخرى على معدل أو على أسعار النفط، قد نصل إلى مستويات يعني الأيام الماضية شهدنا 75-89 في خام غرب تكساس، قد نصل إلى مستويات أيضا ما بين حوالي 70-75 أيضا من جديد، هذا الشيء وارد، وكل ما شهدنا المزيد من الأرقام السلبية سنشهد المزيد من الانخفاضات حتى يكون هناك في بالفعل تأثير سلبي جدا على دول الخليج من ناحية الدفسيت أو من ناحية أن يكون هناك لدينا في عجز في الميزانيات، هذا الشيء قد يؤدي إلى التدخل من قبل أوبك، عدا عن ذلك لا نرى في
الوقت الحالي على الأقل أن يكون هناك أي تدخل. طب أين ترى مستويات الذهب واستمرار الضغوط من تراجع أسعار النفط؟ مستويات الذهب تذكرين المرة الماضية فيما لو كان اختراق ل 1180 سنشهد مستويات ال 1090، نحن في الطريق إلى هذه المستويات والتي تعتبر مستويات مهمة جدا. لكن في شيء مهم أيضا التركيز عليه، الجولد ستوكس أو اللي هي الأسهم لقطاع التعدين وقطاع الذهب في الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى مستويات مهمة جدا أو مستويات دعم قوية جدا، لا يمكن الانخفاض أو صعب جدا الانخفاض ما دون هذه المستويات بالنظر إلى التاريخ أو المعايير التاريخية. فحتى لو شهدنا انخفاضات في أسعار الذهب لا زال هناك المزيد من النظرة الإيجابية على المدى الأطول، لكن 1090 ممكن أن نشهدها خلال الفترة الحالية. لكن لا ننسى أن مستويات الإنتاج هي ما بين الألف والألف ومئة والألف والألف ومئة دولار، هذه المستويات في الغالب ما ستصمد على المدى الطويل، ونبقي أيضا من جديد النظرة الإيجابية على المدى الطويل بالنسبة لأسعار الذهب أكثر من مستويات الألف ومئتين. هذا الشيء ممكن أن يحصل، كما أن الذهب سيستفيد مرة أخرى من الإعلان عن أي تيسير كمي سواء من الاتحاد الأوروبي أو حتى من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى في آسيا. طيب لنمر سريعا نور على أسواق الأمريكية، ماذا تنتظر أسواق المال تحديدا مع فوز الجمهوريين بالغلبة في انتخابات منتصف الولاية؟ السؤال الأهم في الوقت الحالي، لماذا صوت الشعب الأمريكي للجمهوريين ولم يصوت للديمقراطيين؟ هذا السؤال أطرحه، يمكن المرة هاي تسمحي لي أطرحه السؤال، أنه لماذا صوت للجمهوريين ولم يصوت للديمقراط؟ الجواب سهل جدا، هو أنه المواطن الأمريكي لا يرى أنه الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي على الأقل هو جيد كما كان عليه في السابق في وقت الجمهوريين. هذه من جهة. الأسواق الأمريكية طبعا استفادت من هذا الكلام، وأيضا الدولار الأمريكي فضل الجمهوريين على الديمقراط بسبب أنه هناك الحديث الآن قد يكون هناك في تغير بالنسبة للقطاع الصحي، وهي الأوباما كير أو القطاع الصحي أو برنامج أوباما للتأمين الصحي. هذا الشيء سيؤدي نوعا ما إلى تغير شامل في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، فيما لو كان بالفعل تغير في برنامج الصحي لأوباما أو برنامج أوباما، لأنه هذا البرنامج أضاف أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قال في وقت سابق الفدرال الأمريكي أنه لن يحتسب هذه الأرقام لأنها أرقام جديدة أو أرقام بالقطاع الصحي الجديد. لكنه بالنهاية بعد أن انكمش الاقتصاد بواقع 4% في الربع الثاني اضطر أن يحتسبها بواقع 2%، وهذا الشيء الذي أدى إلى تخفيض الانكماش من ناقص 4% إلى ناقص 2% فقط. حتى أنه أيضا الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث كان 3.5%، لكن سيتم تعديله إلى حوالي 2.7. وإذا اقتطعنا شيء آخر مهم اللي هو السبندنج على الديفنس أو اللي هي الإنفاق على الإنفاق العسكري، سيضيف أيضا 16 نقطة مئوية، أي أنه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيكون أقل من 2%. نعم، على كل سنترقب كيف ستتعاطى الأسواق مع التغييرات السياسية الجديدة. نور شكرا جزيلا لك. نور الدين الحموري كبير استراتيجي الأسواق في ADS Securities. وقعت